كل واحد منا في هذا المجتمع. غادي نمشي ناخذ اول بوح ضمن حلقه اليوم. وغناخذ مريم من مدينه القنيطره 56 سنه. السلام عليكم لاله. سلام سيدي. اهلا وسهلا بك. لاباس بخير. الحمد لله بارك الله فيك. انا كنتشرف على هذا البرنامج. مرحبا بك لاله، هذا واجبنا. انا سيدي عمري 56 عام. اياه. كنت جالسه مع الوالدين والخوت. نعم. الوالدين الله يرحمهم، كانت الام ديالي اللي حنينه فيا، وانا تحرقت صغيره، انا عندي شي حرقه في وجهي صغيره، عندي 5 سنين تحرقت. وما كنتش كنخدم في الديور، وكان هذا ما بقيتش كنقاد نخدم. جالسه مع الخواتات، واحد النهار تقول لي الاخت سيري لدار العجازه، الا ما كنتيش تعاونينا سيري لدار العجازه. كياكلوا مخبيين عليا وكيشربوا مخبيين عليا، وانا جالسه كي ديك سميت راسي الظالمه جاره، كنمشي نبغي نخدم ونبغي هذا كيشوفوا في وجهي. والصين عاوتاني بغي زعما نخدم مع شي مراه كبيره ولا دار العجازه في الدار البيضاء، عيطت لهم قالوا لي خصك تكون عندك 64 ولا 65 ولا. وانا دابا تقريبا من 2016 وانا خارجه من الدار، كنمشي غير عند الصحابات قدام، كنجلس عند هذيك الشهر هذه شيء كتقول لي راجلي ما بغاش لاختي الظروف، مشي ثاني عند الاخرى هكاك. انا حتى لحد الان حتى لحد هذا النهار هذا وانا كندور غير من دار لدار. لالا مريم. نعم سيدي. عاودي لنا كيفاش يعني منين وقع لك داك الشيء، مثلا منين تحرقتي في عمرك 5 سنين، كيفاش عشتي في علاقتك مع الوالدين ديالك؟ الحمد لله كانت علاقتي زوينه مع الوالدين، الوالدين ما كانش بحال الام ولا الاب. نعم. كيف ما كان الحال هذيك بتلا من عند الله، ما عندي ما ندير. اياه. انا تحرقت صغيره ما نعرف حتى حاجه، وكبرت ما عمري ما تجوزت، ما عمري ما طيب زعما جالسة مع ماتوا الوالدين الله يرحمهم، ما عندي من. وقتاش تشوفوا الوالدين ديالك؟ الأم ماتت تقريبا من 2013. الله يرحمها. والأب؟ والأب شي 3 سنين هذيك ولا عامين ونص. الأم أنا اللي كانت بحال صاحبتي بحال أختي بحال. نعم. وبقيت زعما جالسة مع الخوت شوية، تنقول الله ما نجلس مع الخوت أحسن، ما بقاوش بغاوني. والخوت هما جالسين مجموعين ولا كل داير دارو؟ كاين جوج بنات جالسين مجموعين، وحده مطلقه بولد وحده مجوجه، وحده راجل عام غير في كارسون في شي قهوه. ما ايه تا الكارسون ما كاينه محنه، ما كايناش اخويا المحنه ما كايناش. نعم. انا حنينه فيهم، انا حنينه ودابا كنشوف داك الشيء، دابا كنشوفهم كيدخلوا دانون وكيخبيوه. بلا ما نذكروا السميات واخا. لا ما نذكرش، انا عارفه. اي ها شوف اختي قلت لك مخبيه دانون باش ما ناكلوش، وكياكلوه هما حتى كندخل انا نعس عاد كياكلوه هما دانون. هاد السميه اللي ما بغيتكش تبقاي تذكري ليا. يلا زيد سمح لي اخي حامي، يلا باش ما نديروش اشهار لشي حد. واخا يلا زيد. المهم كياكل بلا خبر من كيخليوني حتى ندخل عادي ياكلو. حاجه اللي المهم ما كناكلش بحال اللي بغيت ولا بحالهم هما ولا بحال شي وحده لا شيء مارض ولا فيها شيء. وانا رختهم بجمهم وبهم. نعم. انا كبيرة في البنات وتقهرت اخويا، عييت. دابا صحاباتي قدام كل مرة كل وحدة اش كتقول لي، كان قلت ديك الشهر شهرين وهادي تقول لي الراجل اختي ما بغاش ولا هذا. دابا تقريبا دابا هادي عامو 3 شهور ولا هادي وانا على هاد الحال. مريم. نعم سيدي. منين وقعت لك ديك الواقعه منين كانت في عمرك 5 سنين، ما حاولوش الوالدين ما كانش اخويا ما عندهمش شويه طبيب شي حاجه؟ مشيت للطبيب. اها. ديك الساعه راه بنت 61، مشيت للطبيب. نعم. كازا انا تنعس كازا، ولكن كان ديك الساعه غير نصارى وداك الشيء ما داووني، ماشي ما داوونيش الجيت ديالهم ديك الساعه. دابا ما قاتلي الاماره في وجهي. اها.
دابا ملي كنبغي نخدم دابا كنبغي نخدم شي دار بحال دابا نقابل شي مرا ولا هادي اولا بعدا كيشوفو في وجهي كيشوفو في وجهي كيقول لي مالكي شنو وقع لك وشي كيشوفني تخلع وشي وداكشي ديال الله ماشي ديالي انا ما صورته وما شريته وما والو دابا اللي بقاو فيا هما الخوت وما داكشي ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى ما عندك يا حميد ما ندير عيط لشي شي مرا عطاتني شي لادريس ديال شي دار العزازه في الدار البيضاء عيط ليهم واخا انا ما بغيتش داكشي انا بغيت نخدم نعم باقا الحمد لله بصحتي بغيت نخدم قالت لي خصك تكون عندك 64 عام نعم وانا هادي تقريبا دابا عام شهرين وثلاث شهور وانا على هاد الحال انا تشت سمعت هاد البرنامج عجبني بزاف كنت اقتاف في برنامج كنت اقتاف فيه مرحبا بك لالا معلك انت العنوان ديالو عجبني وقلت الله سنعيط ربي سبحانه وتعالى استاجب مرحبا بك انا خويا على هاد الحال سميت راسي الدار المهجوره ديك المحنه ديالي وديك كلها مشات لي ما بغاونيش البنات ما بغاونيش بغيت غير نخدم ما بغيت غير هذا ما بغاونيش قوت الدموع نشفولي الدموع من عيني ما بقيتش قد اخر ايامي فين غنمشي اخر ايامي فين غنمشي ولا مريم ما حاولتيش مثلا هاد الناس اللي كتحتكي بهم وكتطلبي باش تخدمي معاهم وداكشي زعما ما كيف نقولوا الدنيا حجر وطوب كاين الناس اللي الله يعمرها دار اللي في قلبهم الرحمه اللي زعما ممكن يتعاملوا مع الحاله ديالك واش ما واش انت ما كتحاوليش تفسري للناس ولا الناس ما كيعطيوكش فرصه باش تفسري لهم ولا شنو يلا بحال دابا كنكون غير بحال دابا شي حد شي سمساره مثلا ولا نعيط لها في التليفون نقول لها مثلا عندي بغيت نخدم شحال عندك من عام عندك قدا وقدا لا لا اي وكنقول لهم راه زعما عندي شي اماره فهمتي بس ماشي ندخل على الناس كنفهم من قبل كل واحد شنو كيقول واش غندير واش شي ديال الله ماشي ديالي انا سيدي الله ما حاولتيش لالا مريم تقلبي شي جمعيه اللي ربما كتعنى بهذا الشيء هذا ديال الناس اللي ربما الدنيا والزمان هذه يمكن يوقع لهم تشوه في تشوه خلقي عادي نتيجه الحادثه ما ولا راه بنادم راه يمكن يكون في الكرش ديال مازال جنين يعني مازال في الكرش ديال مو وتيتولد عنده تشوه ما حاولتيش تشوفي شي جمعيه في هذا الاتجاه ما عرفت اخويا ما عرفت حاجه ما عرفت حاجه انا واخا كبيره عمري ما كنت انا كون ما ماتش الام ديالي ما كنتش نخرج كاع من الدار كنت امي في شي اشكال انا ويا بحال الصحابات يعني امك هي اللي كانت جامعاكم في الدار امي هي اللي كانت جامع امي هي اللي مشات لي امي مشى لي كل شيء ما أم ديالي ما كانش كتخليني إلا خرجت غير شوية وتعطلت تعيط لي وتقول لي أجي راه شي حد جابتني بالعاني باش نرجع نعم أنا والأم ديالي ما منين ضاعت لي أمي صافي ما عندكش خوتك دراري؟ عندي لا عندي واحد ولكن هذاك خلاص هذاك ما كيعرفش بينا من اللي كانت كاع الأم علاش؟ ما كاينش المحنة خويا حميد حنا ما كايناش ما كاينش المحنة المحنة بين الخوت ما كاينش واش كياكل وحداك ويشرب وحداك شي ونختم ماشي لالا مريم شوف انا زمان انا مقدر هذا الشيء اللي كتعيشيه واخا كتنقولوا واخا يعني احنا يعني نحاولوا نتخيلوا الوضع ما غاديش نفهموه اكثر منك انت اللي عايشه ياك ولكن المريم ديما في الدنيا ياك كاينه واحد الحاجه سميتها شو سميت البرنامج
فتحات امل. كتأمني باللي كاين هاد الفسحه ديال الامل في الدنيا ولا لا؟ داكشي اللي خلاني نعيط لك على هاد الكنيه ديالو، على هاد السميه ديالو. نعم، على هاد السميه وعلى قلبك الطيب وعلى راه كنسمع. بارك الله فيك. كنسمع لك وكنسمع البرنامج يوميا. مرحبا بك لاله مريم، مرحبا بك. شي اللي خلاني نتصل بكم اسيدي. مرحبا. شوف ها اسيدي، مازال كتنقولوا 56 عام ياك لاله مريم؟ اسيدي اجل، الا تبعتي معايا الحلقه اللي فاتت شنو قلت؟ قلت الاجل بيد اللي خلق الاجل. انا وتعالي ياك. اه، وبالتالي باقي الحياه قدامنا. اه، كتأمني بواحد القضيه باللي الحياه فيها مصاعبها، فيها بصح وفيها الافراح ديالها. ياك كتنقولوا كاين الاشراقات وكاين الاحزان. انتي بعد اول خطوه درتي حاولتي انك تبقاي جامعة خوتك. ولا بغيت نجمع معاهم وما ما بغاونيش. ايه ما بغاوكش، يعني كي تنقولوا انا بغيت نجمع معاهم وما ما بغاونيش. انتي اللي عليك درتيه ياك. الله شاهد، الله شاهد. والحاجه الثانيه المساله ديال الخدمه، ضروري ان شاء الله من يجب الله اللي يقدرك ويقدر الحالة ديالك يا ربي. في الدنيا كاينين كاين قلوب اللي قلوب رحيمة، ماشي بالضرورة كل شيء خايب في الدنيا. لا لا، ماشي كل شيء خايب. ياك؟ لا. وعاود بطبيعة الحال في المجتمع راه كي تنقولوا للأسف عندنا بعض الحويجات اللي ما مزيانينش، اننا كنحكموا على بنادم من خلال الصوره ديالو. هادشي اللي وقع لك لاله مريم. لا ماشي كنحكم، انا كنقول لا ماشي انت. الناس اللي مشيتي تطلبي عندهم الخدمه حكموا عليك من خلال الصوره ديالك، خلال النظر. اييه، بلا ما يعرفوا انت شنو قادره ديري شنو ما قادراش ديري شنو. فوالا لاله مريم، عاودي لنا، قريتي شويه؟ ما قريتش القسم الثاني. وديك الساعه كان الوالدين قال لك يقري الاخ والبنت. لا، البنت لا. والد الله يرحمه كان بغى يقري الولد والبنت لا. انا سمعتي كان دير داكشي ديال الزرابي. اييه، ولكن من الظهر ديالي الزرابي، تعرف الزرابي فيهم ثمره ما بقاش فيهم دابا كاع سالو. نعم، هادي سمعتي منين الوالد الله يرحمه دخلتني للزرابي. تعلمتي هاد الصنيعه هادي؟ الصنعه. نعم لاله مريم. ولكن من خوتك ما يبغيوش اقرب الناس ليك ويعرفوا ظروفك، عارفين ظروفك، عارفين كل شيء، يخبيو عليك الماكله ويخبيو عليك. نعم. يشوفوا فيك شي يشوفوا وانا من طبيعتي ما تنبغيش انسان مغوش كاع، كنقول لي دار الله تكون. وعلاش هما زعما هاد القضيه؟ واش كي تنقولوا عياو والزمان هذا؟ ايوا ماشي عياو، ولا ما بقاش عندي انا بغاو المدخول بغاو لي يعطيهم. اه، وانت كنتي كتعاونيهم من قبل؟ انا كنت كنخدم في زرابي وكنت خدامه نيت عند الناس. كنت مؤخرا نيت اخر مره خدمت عند شي امراه مسنه في الدار البيضاء عامين وانا معاها. نعم. عندها واحد ولد، ولدها راك فاهمني ما. نعم لا لا، قدرش انا على داك الشيء. لا نعم، خرجت كرامتي الحمد لله. نعم لا لا، تبارك الله. صافي ما بقاش عندي المدخول، بقى بغاني حد، ما درتش فيهم غير الخير، ما درتش فيهم الشر، ولا عمري درت الشر شي واحد. الله شاهد. نعم لاله مريم. ما بغاوني صافي، كنجلس عند هادي صاحبتي والصحابات ديال بكري، ماشي الصحابات ديال دابا. لقيتي فيهم شويه الخير؟ لا والو، رجع في الله، رجع في الله. دابا حاليا كتهضري معايا منين لاله مريم؟ انا جالسه عند واحد السيده ما كبيره سكين، غير مؤقته ماشي حتى شي حاله، سكينه حتى هي والو. الله غالب، زمان قارتي هي بوحدها وعاد نزيدها حتى انا. لا نعم، انا هاد البرنامج ارتحت ليه وبغيت نهضر معاك. شفت قلبك كبير وعارف كي كتعامل مع الناس وكي كتهضر وكي هذا مرحبا بك. مرحبا بك. اول مره تنعيط اسيدي لشي برنامج. لاله مريم، شنو الرساله اللي تقدري
توصلي للمستمعين من خلال الحالة ديالك؟ شنو الحالة ديالي سيدي؟ انا عاودت انا كنقول اللي عنده شي ميمته نعم يتهلا في ميمته رامي كيمشيو الامهات ما كاين شي ما كاين لا خوت ولا خواتات ولا رجع في الله. انا بغاوني نخرج وانا ما مالفاش بالخروج ما مالفاش بالديعان حتى وصلت عندي هاد السنه عاد نخرج ما يمكن ليش كنقلب على خدمه والو ما كاين اللي يعاون اللي هذا رجع في الله رجع في سيدي ربي الحبيب. ما بغيناش ندير شي حاجه اللي تغضب الله واخا كندخل عند الانسان تيغوف فيا تنقلف باين بنادم اللي بغاك واللي ما بغاكش. انا الحمد لله انا درت البرنامج ارتحت له بزاف. نعم لله بارك ارتحت له بزاف وبغيت نهضر. نعم لاله مريم. نعم سيدي مازال بغيت تقولي شي حاجه؟ لا لا سيدي انا قلت لك ارتحت لكم وصافي. لاله مريم انا كنشكرك على الثقه اللي وضعتي فينا. شكرا اخويا حميد. وكيف ما قلت لك اللي خلق ما تيضيع انا وتعالى ياك وطبيعه الحال الحياه ونعاود نقولها لك فيها الماء فيها المره وفيها الحلوه يا سيدي. ولكن ان شاء الله نتمنوا يكون الخير للمريم في الحاله ديالك. امين سيدي امين امين. وحنا مره غنطمئنوا عليك ونتمنوا انك تبقاي تواصلي معنا ديما ياك ان شاء الله. وان شاء الله ضروري ما يدير الله الطريق يا امين. ولا خوي شي واحد شي يجيب دايلي هلا لا الحق شي واحد على شي واحد. نعم هذا اللي كنطلب عند الله سبحانه وتعالى حيت انا دابا راه الله اللي عالم بيا. نعم لله الله هو اللي تيعلم. ان الله يكون فرج من على يديكم ان شاء الله لاله مريم. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الله يخليك معز عليك اخويا. شكرا شكرا لك لاله مريم. شكرا لك بزاف. الله يودي واجبنا هذا لاله مريم. مرحبا بك فوق ما بغيتي. امرك. شكرا مرحبا بك لاله مريم. شكرا الله يخليك. شكرا سلام. وهذه صرخة إنسانية أخرى فيها تلاوين وأبعاد متعددة. ربما كنت نقولوا للي خطينا والدين ولكن واش ما كتشوفوش معايا بلي في بعض الأحيان دعائم الأخوة بدات كتفقد البريق ديالها عند بعض الناس. هذا من جهة. من جهة أخرى